راه مازال الناس في الدواوير البعيده 20 كيلومتر 30 كيلومتر في الجبل، راه مازال محتاجين للغذاء، وكاين الدواوير اللي مازال ما وصلتهم حتى حاجه. شي واحد كيقولوا لهم لا راه الغذاء راه مكبوب، هذا راه هذه المعلومه هذه راه يعني راه معلومه شويه خطا. الناس اللي كيبداو في الطريق شويه كيعياو ولا كيلقاو النقل ما ماشي ملائم لديك الطريق ولا هذا، كيحطوا فين ما وقفوا وكيرجعوا، وكيبقى داكشي كيتكدس. ساج مباشر للناس اللي بغى يعاون، غيجيب نقل يكون ادابتي لهاد المسالك هادو، بيكوب يعني غالبا بيكوب ترانزيت هي اللي تقدر تطلع حتى للدوار. فاجعه كبيره وتيريتوار كبير، يعني تصور كل اسره خصها خيمه. حركوا يعني ديزارشيتكت مغاربه غادي يديروا واحد الدراسه يعني علميه تقنيه اللي غادي يديروا واحد المسح ديال كاع البنايات المتضرره. جيت من مدينه الرباط نهار السبت، يعني نهار السبت الصباح بعد الفاجعه، يعني اتصلت بشي اصدقاء ديالي، حتى انا ما عنديش علاقه بهذه المنطقه هذه، غير شي اصدقاء ديالي من هنايا، ومن اتصلت بهم يعني لقيت بانه ضروري يعني خص يكون تدخل ديالنا حنا ديال المجتمع المدني ديال الافراد، سينو غتكون كارثه. وصافي ودونك جيت وهذا، يعني اي حاجه كنقدروا نعاونوا بها كنعاونوا بها. دونك لقينا هاد الوحده السياحيه سي محمد الله يجازيه بخير، يعني فتح هاد الفضاء هذا، ايوا يعني كي بحال كي مركز ديال العمليات ديال التنسيق هنا، فاش كنجمعوا المعلومات كاملين. كنحاولوا انه كاين واحد لا زون لوجيستيك هنا، يعني ملي كيجيو مساعدات حيت الرمايك ما يقدروش يطلعوا للجبل، هذه البدايه ديال الجبل. دونك كنحاولوا نحطوا من الرمايك هنايا، وكيجيو سواء الناس تاع الدواوير سواء شي ترونسبورات كناخذوهم باش كيديوني شحال الدواوير يعني المنكوبه، لانه المسالك واعره شي شويه وهذا. دونك هادشي اللي دونك يعني المجالات ديال التدخل اللي عندكم في الايواء. الوغ دابا يعني في الاول اللي هو كان بليزيورجون هو الغذاء، يعني تدخلنا في الغذاء بزاف في الاول، يعني حيت الناس كانوا غيموتوا بالجوع، يعني كانوا مقطوعين. دونك الحمد لله يعني وصلنا لواحد الاكتفاء شي شويه، غير واحد الاشاره الله يجزيك بخير من البارح، كاين شي واحد كيقولوا لهم لا راه الغذاء راه مكبوب، هذا راه هذه المعلومه هذه راه يعني راه معلومه شويه خطا، لانه الغذاء هنا في بلديه الجبل فعلا، حيت الناس كيجيو حتى لهنايا ما كيكملوش الطريق حتى للدوار المنكوب، يعني كيحطوا غير هنايا وسميتو. وعاوتاني كاين الناس اللي كيبداو في الطريق شويه كيعياو ولا كيلقاو النقل ما ماشي ملائم لديك الطريق ولا هذا، كيحطوا فين ما وقفوا وكيرجعوا، وكيبقى داكشي كيتكدس. راه مازال الناس في الدواوير البعيده 20 كيلومتر 30 كيلومتر في الجبل، راه مازال محتاجين الغذاء، وكاين الدواوير اللي مازال ما وصلتهم حتى حاجه. المطلوب هو التنظيم ديال العمليه، يعني انوجه ميساج مباشر للناس اللي بغى يعاون، غيجيب نقل يكون ادابتي لهذه المسالك هادو، بيكوب يعني غالبا بيكوب ترانزيت هي اللي تقدر تطلع حتى للدوار، تعطي للناس اللي محتاجين يعني مباشره. الرموك راه ما الرموك حدو هنا، حدو لي سونتر الكبار، ما يقدرش يطلع للجبل. دونك هذوك النقل اللي هو يكون بيكوب ولا ترانزيت ولا هذا، حتى داك الكونتير صغير حتى هو يقدر يطلع، غير ما يشارجيوهش بزاف يعمروا باش شنو بغاو يديروا ويصيفطوا للدواوير اللي سميتو. حنا هنايا حاولنا يعني الحمد لله اكتسبنا واحد الثقه هنا، يعني الناس جاو عندنا جمعيات اللي سلمونا هذوك المساعدات واللي حنايا وجهناهم للدواوير. بطبيعه الحال كل شيء موثق وهذا، يعني الحمد لله حتى الناس كياخذوا المساعدات ديالهم. دونك في الاول كان يرجوص على الغذاء، دابا عاد دزنا لما هو زعما لما هو زعما التالي اللي هو الدواء. دابا الدواء جاو اطباء متطوعين الله يجزيهم بخير، يعني جاو كي اللي جا من فرنسا، كي اللي جا من المانيا، اللي جاو من المغرب، يعني داروا خلايا هنا صحيه. دابا كاين نقص في الدواء، راه بارطاجينا دابا دي بيزوان مع الناس، يعني سميتو يعني كان يعني هذا نداء حتى لهيئه الصيادله باش يشوفوا لو مونك اللي كاين في الادويه باش يجيبوه معاهم. دونك في الدواء الايواء دابا يعني نقص حد في الخيام. دابا هي الشتاء داخله، الله يرحمنا يعني على قد النفع. كاين مشكل ديال الخيام، يعني الناس المغاربه الله يجازيهم بخير راه فيما كان شي خيمه في المغرب راه مشاو شراوها وصيفطوها، ولاني راه يعني الفاجعه كبيره والتيريتوار كبير، يعني تصور كل اسره خصها خيمه، يعني راه خاص واحد العدد كبير. دابا ولينا كنشوفوا كاع على الصعيد العالمي، يعني كان المغاربه العالم، وكاين شي ناس تواصلوا معنا من تركيا وهذا باش حاولوا في اقرب وقت يوصلوا لنا ذوك الخيام. يعني الحمد لله كاين جمعيات اللي يسهلوا لنا يعني مع الجمارك باش ما يتعطلش داك الشيء دغيا يدخل دغيا. دونك كاينه خدمه في هذا الشيء ديال الكومبمون ديال التخييم والخيام. الفراشات الحمد لله المغاربه راه قوموا الناس بالفراش بالغطاء بالبونجات وهذا. الخيام اللي باقي فيهم مشكل حيت الشتاء داخله والناس في العراء، والخيام خصهم يكونوا امبيرميابل، ما يكونوش كيدوزوا الماء.
دونك الفضاء اللي غيداروا فيه يكون امن ويكون جرس و... دابا حنا الحمد لله يعني من خلال اننا مهندسين يعني غادي ندخلوا في هذا الاطار هذا، يعني غادي نمشيو لكل دوار يعني غنشوفوا شي مساحه اللي تكون يعني منبسطه نحاولوا نقادوها ونانصاليو نجيبوا زعما فرق اللي تانصالي هذوك الخيام، مي خصهم يجيو بعد الخيام غير يجيو بعد الخيام. الحمد لله كاع الوسائل التقنيه باش نحطوا لهم داك الشيء راه الحمد لله متوفره. بالنسبه للمساكن هنايا اللي ما قدرتوا شي المهم شي مسح اولي شي مساكن اللي ممكن تعاد استعمالها يعني الحمد لله يعني تبارك الله المعدن ديال المغاربه راه بان وتحركوا يعني ديزارشيتكت مغاربه في اطار واحد الجمعيه راه غيوصلوا اليوم ان شاء الله، يعني هما غيبداو كبدايه هنايا بالسونتر ديال لامزميز، دونك غادي يديروا واحد الدراسه يعني علميه تقنيه اللي غادي يديروا واحد المسح ديال كاع البنايات المتضرره وغادي كلاسيفيوها شكون هي اللي صالحه للسكن شكون هي اللي ما صالحاش شكون هي اللي خصها تهدم شكون هي اللي خصها ترمم. دونك كاين واحد العمل حتى هو غادي يدار غير هو غادي ياخذ شي شويه ديال الوقت بحال هذا العمل هذا غير هو زعما لا هادشي في اطار يعني مع السلطه وكل شيء زعما في اطار قانوني وهذا غير هو الناس يعرفوا بانه راه ما الناس راه ما غيسكنوش دابا يرجعوا لديورهم يعولوا بانه هاد الناس راه غيبقاو في العراء لواحد المده يعني يعني يضربوا حسابهم انه يعني فاش يجي الشتاء يعني في البرد راه الناس خصهم يكونوا تحت واحد الخيمه اللي هي امبيرمياب اللي لا وفروا لهم شي تدفئه بشي طريقه يعني زعما بالطاقه الشمسيه ولا شي تدفئه كتخدم بالطاقه الشمسيه ولا هذا غيكون احسن. المهم المغاربه تبارك الله زعما ما ناقصينش افكار يعني الناس الحمد لله راه كيفكروا وكيطبقوا هذا حنا كنوصلوا الصوره للناس والحمد لله الناس راه كيجتهدوا وكيقترحوا افكار ويكون خير ان شاء الله. هي الفاجعه يعني هول الفاجعه كبير بزاف والتيريتوار كبير مساحات كبيره يعني كل شيء تغلب يعني السلطه تغلبات القوات المسلحه تغلبات البروتيكسيون سيفيل تغلبوا داك الشيء جا على غفله وما كان امبريفيو هذا ويعني الحمد لله الحمد لله يعني كل شيء دار اللي عليه. كاين الناس اللي ما كينعسوش كاع كاين اللي كينعس ساعتين ودابا حنا هادشي دابا غير المستعجل. اما بالنسبه للكومبانيومون يعني المواكبه النفسيه للناس راه كاين الناس دابا اللي ما بقاش كيديهم النعاس دابا راه كاينين هاد الهزات الارتداديه الناس مساكن يعني غير كتحرك شي حاجه كيتخلعوا كيغوتوا كيخافوا يعني المواكبه النفسيه راه مهمه بزاف لهاد الناس. كاين دابا اللي ما كينعسوش غير بهذيك تروماتيزي وهذا يعني متاثرين بزاف.